السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. موعد مباراة ليفربول اليوم أمام برايتون، مباراة في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز. متابعين الكرام، ليفربول في مواجهة برايتون اليوم السبت 12/3 مارس 2022، المباراة معادها الساعة 2:30 ظهرا أو مساء توقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 3:30 عصرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن. المباراة معادها الساعة 4:30 عصرا أو مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 1:30 ظهرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 12:30 ظهرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة نقل المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم الأولى بريميوم وبي إن 4K. معلق المباراة حسن العيدروس. ملعب المباراة ملعب فالمر، الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنسبة للقنوات الأجنبية الأخرى ناقلة المباراة إليكم هذه القنوات، منها بي تي سبورت 1 اتش دي، كوزموت سبورت 1 اتش دي، ار ام سي سبورت 1، كينيا 24 اس سبورت 1 اتش دي، سوبر سبورت، بريمير ليج. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. متابعين القناة كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.